ينضم معنا من مالمو للحديث عن فشل حكومة الكاظمي بحصر السلاح سلاح الميليشيات في وقت تكشف مصادر صحفية وسياسية عن استعداد الأخيرة لاستهداف المصالح الأمريكية في العراق مجددا. ينضم معنا الأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ لبيد، بداية مرحبا بك. موقع ميدل إيست آي يقول إن ميليشيا العصائب حصلت سرا على ضوء أخضر من طهران لمهاجمة المصالح الأمريكية، ماذا يعني ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. هذا غير مستبعد، هذا الخبر غير مستبعد، ويحمل دلالتين. الدلالة الأولى، الميليشيات تريد أن تثأر أو تثبت بأنها موجودة، وتريد أن تنفذ ضربات قد تكون ضربات رمزية تستهدف المصالح الأمريكية بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس. أما الرسالة الثانية التي تريد أن تبعثها إيران إلى واشنطن تتمثل بأن الضغط سيستمر من خلال الأدوات الإيرانية الموجودة في العراق، سيستمر على المصالح الأمريكية الموجودة في العراق حتى تتم حلحلة الخلافات بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. إيران تريد أن ترفع العقوبات عنها، وتريد من إدارة بايدن الجديدة أن تعود. طيب، هنا السؤال أستاذ لبيد، لماذا يعني نتساءل عن دور الحكومة فيما يجري؟ لماذا تسكت الحكومة على تجاوز الميليشيات الموالية لإيران الخطوط الحمراء؟ يعني يمكن أن يؤدي ذلك إلى أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة وإنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع العراق، أليس كذلك؟ لا، يعني هذه الحكومة كما نعلم الحكومة ما بيدها القدرة على حل والتحكم في تصرف الميليشيات. الميليشيات كما نعلم هي خارجة عن القانون وتتصرف بكل حرية، الميليشيات الموالية لإيران، لأنها مدعومة من إيران، ولأن الميليشيات أقوى من القوات المسلحة يعني. والحكومة لو كانت قادرة على حل الميليشيات لأقدمت على حل هذه الميليشيات. لذلك عملية ضبط تصرفات الميليشيات ليس بيد الحكومة، الحكومات الميليشيات تنضبط حركتها وتصرفاتها وتنضبط من قبل السيد الإيراني في قم وطهران. يعني في إطار آخر، لماذا بدأت الحكومة حملتها الأمنية لجمع السلاح؟ يعني هذا الفشل إلى أي مدى يؤكد سقوط مفهوم الدولة بالعراق لصالح اتساع نفوذ الميليشيات؟ يجب الإشارة بأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها أو تدعي الحكومة بأنها تقوم بعملية جادة من أجل جمع أو سحب السلاح المنفرد من قبل من الميليشيات وغير الميليشيات، لكن هذه عملية اعتدنا على سماعها أكثر من مرة، وهي لا تعد أن تكون أكثر من عملية استهلاك إعلامي. الحكومة تريد أن تصور للناس بأنها تقوم بدورها الرسمي، لكن الحقيقة بأن عملية سحب السلاح عملية مستعصية جدا، وهي مستحيلة في ظل وجود الحشد الشعبي. الحشد الشعبي يمثل الغطاء الرسمي للميليشيات، لأن الحشد الشعبي يتكون من الميليشيات بالحقيقة، والحشد الشعبي أصبح مؤسسة رسمية منذ نهاية عام 2016، وتم إقراره في البرلمان وأصبح مرتبطا مباشرة. بالتالي أستاذ لبيد، يعني اعتقال يعني أنباء عن اعتقال ميليشيا الحشد للقيادي السابق في ميليشيا سرايا الخراساني حامد الجزائري، إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك مؤشرا لرفض قيادات الحشد الرسمي لسلوك الميليشيات الموالية لإيران علنا باستهداف المصالح الأمريكية؟ يعني هذه مسألة ترجمة عملية اعتقال حامد الجزائري، ممكن بالحقيقة فهمها على أساس أنه الحكومة ضعيفة، الحكومة انتظرت إلى أن يسحب القطاع عن حامد الجزائري فاعتقلته، لأن حامد الجزائري كما نوهتم في الخبر أصبح مطرودا من قبل ميليشيا الخراساني، ولذلك قامت الحكومة باعتقاله. الحكومة لا تعتقل شخصا قياديا في أي ميليشيا من الميليشيات، غير قادرة على ذلك، وليس ودلالة هذا عملية الاعتقال ليس لها أي دلالة توحي أو تدلل على أن الحكومة تبسط سيطرتها أو لها قوة
تعلو قوة الميليشيات، بالعكس تماما. طيب أستاذ لبيد، يعني ماذا عن حشد العتبات؟ يعني إلى أي مدى يعني يمكن أن يكون ستارا لتنظيف أو تبييض إن صح التعبير صورة الحشد، أم هو بالفعل مناهض فعلا لسياسات إيران والجرائم ضد العراقيين؟ ابتداء يجب القول بأن أي وجود للميليشيات هو وجود غير شرعي غير رسمي، وأي وجود للميليشيات هو يدلل على فشل الدولة وضعف الحكومة أمام الميليشيات، بصرف النظر عن ارتباط هذا هذه الميليشيات. الميليشيات المحسوبة على المرجعية، مرجعية النجف وكربلاء، هي ميليشيات غير رسمية وقوات مسلحة غير رسمية، يجب حلها كما يجب حل الميليشيات الأخرى المرتبطة بإيران. الخلاف بالحقيقة لا يوجد خلاف عميق بين الميليشيات الولائية وميليشيات المرجعية والميليشيات المرتبطة بإيران. المرجعية بالحقيقة تحاول أن تحافظ على علاقة متوازنة بينها وبين واشنطن من جهة، وبينها وبين طهران من جهة أخرى. لذلك فالخلاف المذكور يتعلق بعدم استهداف المرجعية، لا تريد استهداف المصالح الأمريكية في العراق، لأن المرجعية كما نعلم تاريخيا منذ الاحتلال وحتى منذ ما قبيل الاحتلال كان موقفها إيجابيا من وجهة النظر الأمريكية، إيجابيا من الاحتلال، لذلك هي تريد أن تحافظ على هذه الصفة، خصوصا وأن علاقاتها التاريخية مع البريمر كانت البريمر كان ينسق مع المرجعية، مرجعية النجف، فيما يتعلق بقراراته وقوانينه الجائرة التي أصدرها منذ طيب بداية الاحتلال. أستاذ لبيد، ماذا عن الولايات المتحدة وسياساتها في المرحلة المقبلة؟ إلى أي مدى تعتقد أن تكمل ما بدأته إدارة ترامب؟ أنا لا أعتقد أن بايدن سيكمل ما بدأه ترامب. ترامب شدد على يعني تخلى عن اتفاقية الملف النووي مع إيران، وفرض عقوبات على إيران فيما يتعلق بصادرات البترول. بالنسبة لبايدن سياسته ستكون مختلفة، وأنا أعتقد في النهاية بايدن سيحدو حدو أوباما فيما يتعلق بالعلاقة مع طهران. لذلك أنا أتوقع بأن الرسائل التي سترسلها طهران في البداية ربما تبدأ بالضغط بضرب مصالح هنا وهناك، وربما لا تحتاج إلى ذلك. أنا لا أعتقد أن بايدن سيسلك مسلك ترامب فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران. شكرا لك أستاذ لبيد الصميدي عضو التحالف الوطني المعارض، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو.